بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في أحبابنا في الله، هذه خواطر نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير والبركة لي ولمن يسمع. قد يكون بعضها يعني صادم، ونحن ما لنا وما للصدمة، لا نصطدم إن شاء الله بأي أحد ولا أحد يصطدم بنا، ولكن المشكلة إذا كان صادم مو لبعض الناس، صادم لأغلب الناس، فلا بد يعني لا نرد ولا نقبل، بل نتفكر. الحلم والأناة مطلوبة، لذلك الحق حتى يحصل عليه الإنسان ليس بالكثير، ليس هو معناته الكثرة معهم الحق، بالعكس. الله سبحانه وتعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يضلوك، مو ضالين، بل يضلوك عن سبيل الله. فلذلك هذه بعض الخواطر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن عنده يعني رأي يعني كويس نسمع أيضا يتكلم معنا ويفيدنا، ونحن معرضين للخطأ والنسيان والغفلة عن بعض الأمور الواضحة، قد تكون واضحة جدا. فنحن بشر، البشر هؤلاء غير معصومين. لو تلقبوا بعالم غير معصومين، من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن لا يوجد معصوم ممكن نأخذ منه ونرد. هذا أجمع العلماء على هذا الكلام، نأخذ منه ونرد، لا نقول عن فلان أنه معصوم، لا يوجد أحد معصوم. أنا أتكلم في الشارع وفي السيارة ويوجد اهتزازات شوي، فنرجو المعذرة يعني. في أحبابنا في الله، في آيات في القرآن أنا إن شاء الله كتبتها هنا عندي، حتى نحن حديثنا حولها ثلاث آيات أو آيتين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن في الذكر وفي ما نزل. ما نزل إلينا هو القرآن، نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مطلوب منه. والذكر إذن هو شرح وتبيين للقرآن. نقرأها مرة ثانية: وأنزلنا إليك الذكر، برضو منزل، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الذي يبين القرآن هو رسول الله فقط، لا يوجد أحد معصوم غيره، بين آخر الزمان وإلى آخر رجل وبين الصحابة رضي الله عنهم. والآية الثانية تقول: وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هذه كمان تشمل السابقين الذين اختلفوا في الكتاب، أنت تبين لهم ما اختلفوا فيه للسابقين واللاحقين إلى قيام الساعة. لذلك العلماء الكبار الأجلاء المعترف بهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم إذا ذكروا ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم يصمتون. العلماء مثل سيدنا أبو هريرة، هل يوجد عالم أعلى منه؟ سيدنا أنس، يوجد أعلم عالم أكبر منه؟ سيدة عائشة، عبد الله بن مسعود، كل رواة الحديث اللي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة هم أكابر العلماء، أكابر علماء الأمة. فلذلك إذا رووا عن رسول الله الذي أنزل عليه هذا الوحي اللي هو الحديث، وحي أنزل إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، لا يزيدون كلمة واحدة. قوس بين قوسين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسكت،
يصمت خلاص. هذا العالم الجليل، العالم الكبير، شيخ الإسلام أو أي لقب نعطي لهؤلاء، هم المستحقين وغير المعصومين. لا يشرح، هو شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هو ليبينه للناس، للأم ها وللمتعلم وللعربي ولغير العربي أيضا. إذا جاء واحد عجمي قال ما معنى هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، نقول نترجم الألفاظ ترجمة فقط ثم نقطة انتهى، كما فعل العالم الذي قبلنا وهو الصحابي، كما فعل الصحابة الكرام. أما أن نشرح الحديث بمئتي صفحة نشرحه لمن؟ ألم يقل هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم للناس؟ ألم ينزل القرآن للناس سواء كانوا عرب أو غير عرب؟ لذلك نجد القرآن في ترجمة باكستاني، صيني، أي واحد عنده جنسية، عنده لغة غير عربية موجود ترجمة فقط. الحديث لو فعلنا نفس الطريقة ها كان الناس مبسوطين، لأن هذا الحديث اللي رواه أبو هريرة وسيدنا أنس هو لك وليا وللعجمي بدون تفاصيل كثير. تمشي الأمة بسعادة وعزة لو طبقنا هذا، لا حاجة لناس نجعلهم في النصف ويشرحوا لنا الكلام ويحدثونا بالكرام بالكلام. اللغة العربية ضعفت، جاءت لهجات ونسيوا اللغة العربية، ليس كل الناس، لأن الله وعد بالحفظ، بالحفظ للكتاب معناته هو منزل باللغة العربية، لابد تحفظ اللغة العربية. فلذلك هذه نقطة يعني صعب القبول بها، ولكن إذا الدليل قام معك فاقبل. لا نقول في ناس مقدسين وكبار وعلماء أجلاء ونسميهم علماء أجلاء، من هم الصحابة؟ إذا كان هؤلاء علماء أجلاء من الصحابة؟ إذا نروي عنه نقول عن أبي هريرة بدون الشيخ، بدون شيخ الإسلام، بدون حجة الإسلام، بدون العالم النحرير، بدون هذه الألقاب، نروي اسمه أبو هريرة عن رسول الله أيضا بدون ألقاب، كلمة رسول الله. ثم نأتي لناس آخرين ونعطيهم ألقاب كبيرة، الألقاب لماذا؟ لا بأس إذا في واحد ما هو فاهم ما معنى حديث رسول الله، لأن لهجته تغيرت، جاءت لهجات ثانية في اللغة العربية، هو عربي أو عجمي، نبين له بدون شرح تفاصيل من عندنا زيادة، يفهم خلاص، قال الله كذا كذا يعني كذا كذا. لأن القرآن أصلا لو سمعه عجمي لا يعرف اللغة ها المطلوب منه شرطان، وهو يحصل على الفائدة. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا واحد، وأنصتوا، هذا الثاني، يعني ما تسرح، تكون مركز منصت مصمت الأفكار والسرحان لعلكم ترحمون، ليس لعلكم تفهمون. تأتي الرحمة، يأتي الخير، يحصل عليها العجمي بسماع هذا القرآن. وأيضا الحديث له نفس القوة، إذا سمع الحديث يتأثر في الداخل ها، لكن إذا أراد يفهم نترجم له النص وخلاص. الحمد لله المسلمين عارفين أشياء كثير، عارفين الإسلام، لا يحتاج لهذه الكتب الضخمة المنتشرة في كل مكان، خاصة موضوع العقيدة. إذا جئنا واحد اختيرنا موضوع واحد هو موضوع العقيدة، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه عقيدة ولا يوجد ولا للعقيدة، لأنه العقائد كثير ليست واحدة، لأن واحد عمل عقيدة ثم واحد ثاني عمل عقيدة وألف لها كتاب أو متن صغير ثم شرحوه الآخرين. فهل هذا حق أو هذا حق أو هذا حق؟ لو كلها حق لن نتناحر ولن نتخاصم ولن نكفر بعضنا البعض، لكن كل يدعي أن الحق معه. هذا هو الذي قال الله سبحانه وتعالى في الآية واختلفوا فيه، كما ذكر الله، أنا كاتب الآيات هنا حتى لا نخبط،
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه آية، وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. مدام اختلفوا ارجعوا إلى رسول الله، كل يقول هذا، ولكن هو يرجع إلى قول الشيخ فلان بينه وبين رسول الله في الزمن الفلاني في قديما أو حديثا. لكن إذا رجعنا تركنا هذا الرجل، ها، هل يضرنا شيء؟ هل نقص؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل شيء، وربنا قال لتبين لهم ما نزل إليهم. لذلك الله سبحانه وتعالى، خاصة الإيمان، لا نقول العقيدة، ما لنا مال العقيدة، نحن نتكلم عن الإيمان. الإيمان إذا عكس الكفر، عكس الشرك، عكس النفاق، الإيمان وليس العقيدة. فلذلك الإيمان وضحه الله بالكامل في القرآن، لذلك هو وضح أشياء بسيطة، يعني إننا يعني أولادنا ما لابد يستأذنوا ثلاث عورات لكم، ثلاث مرات، بعد الفجر، بعد الظهيرة، وبعد العشاء. لازم نعلمهم كيف يستأذنون. وذكر الله لنا كذلك أن نتأدب، لا نتجسس، لا نغتب بعضنا بعضا، كل هذه، ولا تلمزوا أنفسكم، والهمزة، اللمزة، آداب في الكلام، في اللفظ، في كل شيء. فصل لنا هذه الأشياء في القرآن، ولا يفصل الإيمان. والله قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه لا يفصلها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصل ما دون ذلك ولا ما فصل؟ حتى الإرث، من يأخذ النصف، من يأخذ الربع، من يأخذ الثمن، من يأخذ الثلث، من يأخذ الثلثين، في الأموال، فلوس تركها أحدهم، ففصل الله هذا يأخذ كذا، هذا يأخذ كذا، يأخذ كذا، في القرآن. ثم لا يفصل، الذي إذا فعله الإنسان دخل جهنم للأبد ولا يغفره الله، هذا الذنب لا يغفره الله. والذنوب الثانية التي يغفرها الله فصلها لنا وبينها لنا. لذلك إذا نحن أردنا أن نعرف الإيمان من القرآن، 75% أو أكثر حتى كله إيمان، لا يوجد أحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان 13 سنة في مكة، لا يوجد أحكام، لا يوجد نهي عن الخمور، لا يوجد أمر الحجاب، لا توجد الزكاة ولا الصوم ولا الحج. الحج بعد 22 سنة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ركن من أركان الإسلام. والصوم في السنة الثانية، يعني بعد 15 سنة من البعثة، وهي أركان. وكذلك الزكاة، وكذلك النواهي كلها. طيب، هذا المكي 75% من القرآن، والمدني 25، ويدخله الآداب مع 25%، الآداب موجودة، نزلت في المدينة. إذن في مكة ما الذي نزل؟ 75% كلها عن عظمة الله، كبرياء الله، من ينزل السحاب، من ينزل الأمطار، دخل في القلب العظمة لله سبحانه وتعالى، نجحنا. هو هذا الإيمان، هي هذه العقيدة. لذلك ذهبوا للفرس أهل عقيدة تعبانة، أهل إيمان، لا نقول عقيدة، أهل إيمان تعبان أو غير موجود، والصحابة عندهم قوة الإيمان، انتصروا عليهم، انتصروا على الفرس والروم وكل شيء بالإيمان القرآني، العقيدة التي في القرآن، بدون بشر في النصف يشرح لنا. لما شرحوا واتبعنا شروحهم ومتونهم وتفاصيلهم، هؤلاء الناس تعبت الأمة. القرآن 75% منزل لأي إنسان يبغى الإيمان، لو قرأ كل يوم. عشان كذا اتخذنا القرآن مهجورة، قلنا طلاسم ما نستطيع نفهم، ليش؟ لابد الشيخ فلان ارجع لكتبه، الحافظ ارجع لكتبه، التفسير الفلاني ارجع له. فصرنا ابتعدنا عن القرآن، قلنا طلاسم ما نستطيع، ما نفهم، ما القرآن ما نزل حتى تفهم، نزل حتى ترحم. استمع وأنصت، ركز، استمع القرآن وانظر بعد ذلك ماذا يحصل في حياتك. ترجع النظارة، ترجع الروح.
في القلب. لكن من البشر هذا خالق الكون، تسمع كلامه ترجع الروح في حياتك، ترجع الروح في صلاتك، ترجع الروح في حياتك. الأمراض لا تستقر عندك، أي مشاكل العصر هذه الكبار، المشكلة الكبيرة في العصر، عندنا مشكلتين كبار أضخم مشاكل في العصر، صعبة على البشر، اللي هي الرزق والصحة. عندنا بسيط، عندنا فتح لنا باب، عندك الإيمان مضبوط، من يتق الله يجعل له مخرج، في المشاكل تجد المخرج، ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندك أبواب. الآن مشكلة الرزق قالوا باب واحد، طيب الباب واحد هذا كيف يجي؟ لازم تعمل كذا وتسوي كذا وأسباب كذا وأسباب كذا. طيب من حيث لا يحتسب، ما يحتاج سلوك الأسباب، شغل اللي حط القانون هو شغله، يدبر يتصرف معنا ويرسل لنا الأرزاق. المرض بسيط، فاتحة اسمها الشافية. ليش ما تشفينا؟ لأن لابد الإيمان بالفاتحة، أنها قوية وأنها تشفي، ولابد أنا أركز عليها، وإذا ما شفتني أقول عندي خلل. والشيء الثالث، المياه، مشكلة إضافية. ثلاثة مشاكل، المياه عندنا أبسط شيء، بس لازم إيمان صحيح، مو مأخوذ عن طريق بشر، عن طريق خالق البشر. إذا جاء الإيمان اسمها صلاة الاستسقاء، يعني مستحيل تصلي استسقاء ما يأتي المطر، اسم ربنا جعل الاسم هذا لهذه، تطلب ينزل المطر. بس من الذي يطلب؟ إذا طلب مؤمن واحد يعطي البشر كله، يعطي الموجودين كله واحد، مو الحاجة، أنت واحد تتقدم يستسقي، ها، يصلي صلاة الاستسقاء ومعه 10 أو 20، 100 ولا 1000 اللي موجودين في المنطقة يشربون بسبب بركة هؤلاء، لأنها اسمها صلاة الاستسقاء، والفاتحة اسمها الشفاء. ما تفعل عندنا خلل، الخلل ليس في الأعمال، موجودة أعمال العبادات موجودة، لكن الخلل في الإيمان واليقين إنه هذا صح. ليش ذهب الإيمان واليقين؟ أنت راجع نفسك، خذ العقيدة كما تسمى العقيدة من الله اللي قال لك أنا لا أغفر هذا الموضوع. طيب وضح لنا، هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما وضح هذا، الله اللي تكفل بهذا الموضوع، لأنه تجي يوم القيامة تقول له أنا ما أعرف الشرك، طلاسم ما فهمته، هم سواها طلاسم علشان أنت ترجع لهم، لكن ربنا ما سواها طلاسم. الشرك بسيط، اسمع القرآن، في خلل في القلب يخرج من هنا، تدخل الرحمة من هنا، يدخل الإيمان من هنا، يسمع بس بالطريقة التي طلب الله. إذا قرئ القرآن، أنت قرأته يعني هو قرئ، استمع أنت، قرأ لك أحد أيضا استمع وأنصت مع المرات والكرات، ها، تأتي الرحمة، يذهب الغضب متعلق بالشرك، أكبر الغضب في الشرك، يذهب بالرحمة إذا دخلت. كيف استجلب الرحمة؟ ها، أنا أمي ما أقرأ أكتب، نقول بالعلم، تستجلب الرحمة من الداخل، في الداخل تنصت القرآن، تسمع ماذا يريد الله مني، خالقي جل وعلا هو قال أنا أريد منك أشياء. طيب حط الكتالوج اللي أرسل الله لك، ركز عليه، اسمع كثيرا، اسمع. أهل المدينة، كان المدينة، الصحابة في المدينة كانوا يمشون في الشارع، تسمع تلاوة القرآن في البيوت، الشارع تمشي، نحن الآن نمشي في الشارع ونسمع تلاوات أخرى. فلذلك نرجو الله سبحانه وتعالى ليكون في هذا الكلام خير لنا وتذكير، واللي يريد الطريق وتبين له ومشى فيه هو يستفيد، والذي يصمم على لازم في النص أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم،
يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.